اما بالنسبه بقى للاسكان المتوسط، فاحنا كنا طرحنا مرحلتين قبل كده. الاسكان المتوسط دي وحدات اكبر شويه وافخم في التشطيبات، الوحدات دي بتتراوح مساحاتها ما بين 100 متر وحتى 150 متر. الوحدات دي بتنفذها الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه في عدد من المدن الجديده، قوتها حوالي 12 مدينه في المرحلتين الاولى والثانيه. الوحدات دي كلها تشطيب كامل على اعلى مستوى. الوحدات دي احنا هنطرح منها المرحله الثالثه، احنا طرحنا في المرحله الاولى والثانيه اكثر من 50,000 وحده ولقت اقبال كبير من المواطنين. خلال ايام ان شاء الله هنطرح المرحله الثالثه في دائما المدن زي حضرتك ما قلت في الخبر من شويه. الوحدات دي زي ما حضرتك قلت برضه من 100 متر ل 150 متر وفي اماكن متميزه كلها في المدن. هندي ميزه للمتقدم اللي بيصاب بيسدد ثمن الوحده على 5 سنين بدون فوائد مع الوزاره، او على 20 سنه بنظام التمويل العقاري بفائده مبسطه 8% سنويا متنقص. طب ممكن اسال حضرتك بالنسبه للاسعار، هي نفس اسعار المرحله الاولى ولا زادت؟ لانه المرحله الاولى الناس لو حضرتك تفتكر ايام المشروع كان كتير بيطلع دكتور مصطفى مدبولي يبرر ليه ان احنا اسعارها كده، قال ان ده يعني ده السعر السوقي الموجود، فالناس كانت مستكتره الاسعار شويه. فهل الاسعار الجديده هي ولا زادت ولا قلت؟ اولا لازم الناس تعرف ان الوحدات دي بتختلف عن الاسكان الاجتماعي. الوحدات دي مش مدعومه من الدوله، احنا بنديها لشريحه متوسطه الدخل بسعر مش مدعوم ولكنه سعر اقل من سعر السوق. معنى ان الوحدات دي لانها مساحات كبيره تشطيب على اعلى مستوى بتكون مش مدعومه من الدوله ولكنها زي ما قلت اقل من سعر السوق. فلو اي مواطن قارن بينها وبين اي مشروع قار في نفس المنطقه وبنفس التشطيب يمكن تشطيب اقل، هيلاقي ان احنا اسعارنا بتقل عن سعر السوق على الاقل 30%.